كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه اوماز تشين، وكنتمنى ان شاء الله ان لا فيديو تبقى ولا بلوتو لا لي فيديو كاملين يبقاو دائما عند حسن الظن ديالكم. اذا كنت اول مره كتشوفي القناه فحاولي انك تابوني، مرحبا بك، وخليو لي لايك سورتو سورتو الى عجبتكم لا الفيديو، ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجه خليو لي دي كومونتير. الوغ كيف ما شفتوا من المينياتور ديال اليوم ولا بلوتو من العنوان، غادي نبارطاجي معكم اون كوموند اللي الحمد لله وصلتني بدون جمارك، ما خلصت عليها حتى شي حاجه، تقريبا تكون وصلتني دون واحد 20 يوم 25 حتى لو ماكسيموم كاع كتكون 29 يوم. الصراحه ما رديتش البال لا دات باش نقول لكم بالضبط شحال. دونك الحمد لله وصلتني حتى للدار بدون جمارك، ما خلصت عليها حتى شي حاجه. والخبر الزوين اللي بغيت نقول لكم انني اتصلت بشي بوين، غنخلي لكم بيان سور كابتور ديكرون هنايا ديال لا كونفرساسيون ديالي معاهم. دونك تكلمت معاهم وسولتهم سورتو على الجمارك، دونك واش كاين شي مشكل مع الجمارك ديال المغرب، واش مازال نقدر نكوموندي. قالوا لي تقدري تكوموندي اي حاجه لو مونطون اللي بغيتي، غير هي من الاحسن دائما كنحاولوا اننا ما نكومونديش اكثر من 1250 درهم باش كومسا ما كتشدش لينا في الديوانه. دونك كيف ما قلت لكم راهم كونفيرماو ليا بلي ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لكم تكوموندي وقت اللي بغيتو اي ارتيكل بغيتو، وغير بالثمن اللي كتشوفوا في لابليكاسيون. هي جوستمون الاثمنه اللي كانوا في لابليكاسيون قبل راهم زادوا نظرا للجمارك، قالوا لهم كونك خاصهم خاص زعما لي كليون ديالكم يوليو يخلصوا الديوانه. دونك هما شنو قالوا؟ اللهم يزيدوا شويه في الاثمنه باش هما يبداو يخلصوا جمارك من عندهم، بحال حنا ما نخلصوا حتى شي حاجه من عندنا. بالنسبه لي بصراحه فكره مزيانه، كتاخدي بنفس الثمن اللي كاين في لو سيت، كتوصلك لا كوموند ديالك حتى للدار. دونك واخا يتزاد واحد شويه زعما الفلوس ماشي مشكل، المهم حنا ما غاديش يوقع لينا كيف ما كان وقع لينا مع شائين. بالنسبه للناس اللي يسولوني على شائين بصراحه ما نقدر نقول لكم عليها حتى شي حاجه، حتى انا نيت انا من الناس اللي مشدوده ليهم لا كوموند ديالهم في الديوانه، وراني مازال كنتسنى فيها. فوالا هذا هو الخبر اللي قلت لكم. دونك يمكن لكم تخلصوا، غير هما اكدوا لي ان الحاجه الوحيده اللي تبدلات مع المغرب انها ما بقاتش خدمه ديال الدفع عند الاستلام. الناس اللي ما كانش عندهم لا كارت بونكير ما كانوش، ولا كان عندهم مشكله في لا كارت بونكير، ضروري دابا خاص تكون عندكم يا اما اون كارت يا اما تكومونديو من عند شي حد اللي عنده اون كارت بونكير. فوالا هادشي اللي قدرت زعما نعرف كجديد، والحمد لله بزاف البنات بعدا قبل ما ننسى بزاف البنات اللي كانوا قالوا لي عافاك كوموندي لينا في الوقيته اللي كانوا حابسين، ورديتهم. كنعتذر منكم بزاف بزاف، راكم عارفين بصراحه زعما المشكل ماشي كان مني، كان المشكل غير من الديوانه، ما قدرتش بصراحه نغامر وناخذ من عندكم فلوس وفي الاخر نقول لكم لا سمحوا لي راه غنرجع لكم اولا الفلوس مازالين عندهم. دونك قررت انني من الاحسن ما نكومونديش، نخلي لا كوموند هاك زعما نحبس واحد شويه بما يجينا شي غوتو. ودابا الحمد لله راه جانا غوتو كيف ما قلت لكم من عند شيك بوين، واكدوا ليا بلي ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لينا نكومونديو الوقت اللي بغينا. الوغ نعاود نقول لكم البنات اللي كنت رديتهم كنعتذر، دونك مرحبا بكم دابا الوقيته اللي بغيتو دوز عندي بريفي. البنات اللي صيفطوا ليا ديجا دي ميساج حاولوا انكم تواصلوا معايا باش نقدر ندوز لكم لي كوموند ديالكم. دونك فوالا لا كوموند اللي غادي نبارطاجي معكم، كوموند ديال شيك بوين، فيها الصراحه شي حاجه ديالي شي حاجه ديال شي ناس. واحد السيده نيت صاحبتي هي كنت كومونديت لها لبنتها، وواحد السيده حتى هي من محمديه حتى هي بصراحه تعطات عليها لا كوموند بزاف. الوغ اول حاجه غادي نبارطاجي معكم وهي هاد الكسيوه، هادي كنت خديتها لبنتي، فوالا كسيوه صيفيه ديال البنات هاد الصغيورين، هادي لاج ديال عام ونص، عام ونص. بصراحه التوب ديالها بارد هي كتبين، مي ضروري غنلبسها معها هكا تريقه من التحت في اللور كيجيوها صديفات. ها هما كتشوفوا غير نص ماشي كامله، والتوب راه خفيف، مي بصراحه فاش لبستها لها جاتها زوينه زعما ما كتبانش بصراحه زعما مارك عيانه ولا بالعكس كتبان زوينه. فوالا بالنسبه للتوب راه نقدر نقول لكم لولا غير هو لولا رقيق، لولا اللي كيبين و فريمون بارد ديال هذا الصيف هذا. دونك هذا اول ارتيكل. ثاني ارتيكل واحد الكسيوه ديال صاحبتي هذه، الا شفتوا راني ديجا كنت كومونديتها لبنتي، بصراحه كتجي زوينه زوينه في اللبسه. غنشوف الا كانت عندي شي فوتو ديالها راه غنخليها لكم هنايا تشوفوها لابساها، كتجي فنه فنه. هذا الوجه ديالها
وهذا الظهير كيجي فيه واحد لونو هنا كيف ما كتشوفوا. ومن الاحسن انا كنصحكم من الاحسن لبسوهم ليهم هكذا مع في الصيف غير بوحديتهم، ما تلبسوه لا مع تيشيرت حتى شي حاجه من تحت، سورتو بالنسبه للبنات اللي هكذا عندهم عامين 3 سنين كيما غاديش تخافوا على البرد. وكيجي له شابو ديالها فيه في الغابيل ديال لا روب، هاد السميطه اللي كاينه في 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 الشابو هنايا راه هي نفس الثوب ونفس اللون اللي كاين في لا روب. ودائما راني كنخلي لكم سكرين ديال لارتيكل في لابلي ديال زعما من لابليكاسيون. هادو حويجات ديال واحد الوليد كيف ما قلت لكم، كانت ماما اتصلت بيا وقالت لي باش نكوموندي ليه حتى هو حويجات. بصراحه عندها الذوق غزال بزاف كيف ما كتشوفوا، هاد التيشيرت هذا التوب ديالو فنيون فنيون، الالوان خلاص غزالين بزاف، والشورت ديالو فوالا فنيون حتى هو فيه نفس الموتيف اللي كاين في التيشيرت، راه حاطينو زعما هنايا باش يبان كون كوارا اونصامبل. نحاول انني نطويهم ونرجعهم لبلاصتهم باش ما ياخذوش ليا الوقت من بعد. الوغ هذه ثاني كسيوه ديال بنتي، حتى هي راه نفس الشكل نفس الثوب نفس كل شيء غير اللون اللي مبدل، خديت ليها غير باش هكذا باش تبدل في الصيف. كسيوات هكذا زعما الثمن ديجا راه كان هابط بزاف، لذلك خديت منهم كثرت منهم فوالا. كيف ما قلت لكم بالنسبه للثوب راه بارد بارد بزاف بزاف فريمون صيفي، والالوان فيه فنين. راه كيف ما غادي تشوفوا الالوان اللي غنحط لكم سكرين ديال لابليكاسيون راه هما الالوان اللي وصلوني، ماشي وصلوني زعما باهتين اولا مغموقين لا، ولا كاليتي خلاص راه زوينه كيف ما قلت لكم، ماشي زعما شي ثوب اللي واقف ولا بالعكس ثوب صيفي. ديجا حنا كنبغيو نلبسوا لوليداتنا شي حاجه اللي هكذا صيفيه. الوغ هاد لونسومبل حتى هو ديال نفس الوليد، دائما تيشيرت هكذا هذا ديباردور صيفي هكذا ديال نقدر نمشي به لابلاج ولا راك داخل شي خريجه خفيفه فوالا. الشورت ديالو غير لانكونفينيون ديال هاد الشورت هذا انه ما تيتجبدش فوالا، مي في الصراحه لاكاليتي عجباتني، اللوينات خلاص كيبانو فنين كيف ما قلت لكم. الالوان اللي كاينين في لابليكاسيون راه هما الالوان اللي وصلوني، دونك ماشي جات شي حاجه اللي مغموقه اولا شي حاجه اللي باهته لا، بصراحه كاليتي فنه ولا حتى اللوينات زوينين. وديجا لا ماما هاد الوليد هذا راه فايته كتاخذ من هاد لابليكاسيون هادي، تركي في عارفه لا كاليتي الحويجات كيفاش دايرين. هذا ثالث هادي ثالث لبسه ديالو، حتى هو تيشيرت لهذا الشكل هذا من لورا بيان سور كيكون هذا مازال التوب ديالو كيبين، نقدر غيبان لكم بلي كيبين فوالا. دونك هذا لو تيشيرت، ودائما تيكون نفس الالوان اللي تيكون في التيشيرت تيكونوا في الشورت. هذا حتى هو شورت عادي، وكيف ما قلت لكم زعما رابور كاليتي بري، لان الاثمنه تيكونوا هابطين ولا كاليتي كيف ما قلت لك كتكون مواتي مواتي، ولكن زعما غير كيبانو زوينين في اللبسه ملي كتلبسو راهم تيبانو زوينين، غير لا كاليتي ما تنتظروش شي كاليتي لي واو واو. هادي لبسه اخرى ديال البنيتات ديال بنت صاحبتي، خدات ليها هاد لو تيشيرت هذا والشورت ديالو فوالا. دونك نفس لا بوبي اللي كاينه في الشورت لو موتيف راه هي نفس لا بوبي اللي كاينه هنايا كيف ما قلت لكم. هاد المره هادي كنحاول انني نطوي ونرجعهم لانني فريمون ما عنديش الوقت من بعد، راني كنصور في اللي فريمون الليل دابا. هادو واحد ندير دراس ديال بنت صاحبتي، دائما كنقول لكم ما تخافوش على لا بروتيكسيون راهم دائما كيجيو بيان بروتيجي اهوما، يا اما صغار يا اما الكبار دائما كيتوفطوا لكم هاد لا بروتيكسيون هادي دائما بالثمن. دادر كلهم اللي خديت ديال الكبار ديال البنيتات الصغار وديال الناس الكبار كلهم كيجيو في لا ميم بروتيكسيون، دونك ما تخافوش عليهم نهائيا. الوغ ندير درات راهما هادو فوالا كما كتشوفوا، وبصراحه راهم كيجيو زويونين في اللبسه، كيجيو شويه مغبرين نحاول غير على قوه الله اكبر. لا ماشي الاذان
كنت بغيت نحبس لا فيديو باش اون اتوندون يسالي الاذان، ساعه ماشي الاذان غير شي واحد كيغوت على برا. الوغ كيف ما قلت لكم دي دات بصراحه راهم كيجيو زويونين، لا كاليتي زوينه، وديال هكذا البنيتات اللي ما كيداروا في عوينات ولا كيديروهم فوق راسهم. غير انا دائما كنحس دائما كنقول لكم على اللي خدا عندي دراتي، اما الوليدات الصغار او لي ماما، دائما بدلو لهم الزاج. دائما الا كان الزاج كحال حاولوا انكم تديو عند نوبتيسيان وبدلو لهم الزاج. هاجي واحد لابواط ديال دونتيفريس ولا بروس ادون، فوالا بواط زعما سامبل، غير هي راه كتجي غليظه ما كتجيش رقيقه. هاجي واحد اللبسه ديال بنتي، بصراحه هادي كانت هي مون كود كور فهاد لاشه هذا كامل، لان الصراحه كتحمق لونسومبل كيف ما باليا في الفوتو. جاني حسن، نقدر نقول لكم جاني حسن كاع. هنا كتجي لا شوميز بيضه فيها وريدات، هذا الظهر ديالها، وهنايا شورت قصير وفيه هاد السميطات هادو كيتعقدوا القدام. هاجي واحد لابغوسادون، بصراحه انا كنصحكم انكم تاخذوا لي بغوسادون من شيئين، بصراحه زويونين. هادو راهو ماشي شيتا، هادو راهم سيليكون. الا شفتوا الشيتا راه هاد السنينات راهم ماشي زعما ماشي السنينات اللي عندنا في بغوسادون العاديين، راهم سيليكون. وبصراحه بالنسبه ليا بالنسبه لي زونفا من الاحسن ياخذوا سيليكون، زعما سورتو بالنسبه لي بيبي كاع. لي بيبي اللي مثلا عندهم هكذا عمايه اللي عندهم سنينات، راه تقدروا مثلا ديروا لهم لابغوسادون توصل لهم 80 بان بغوسادون ديال سيليكون نفس الوليد. الوغ دابا الاذان على قوه الله اكبر، غير سالي الاذان عدنا. الوغ بقينا في هذا لونسومبل هذا كيف ما قلت لكم ديال الوليدات. بصراحه هذا عجبتني لا كاليتي سورتو بزاف بزاف، لانها سخيخن شويه زعما ماشي دمي سيزون، مي زعما التوب ديالو غليظ ماشي بحال الاخرين. هذا تا هو تيشيرت كيف ما كنقول لكم دائما دي زونسومبل تيشيرت والشورت ديالو، هذا فيه جويبات من هنا. دونك ندوز لكم بلوتو لي زارتيكل دغيا باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. نرجعو هذا الساشي ديالو، هنا تاني وسمي اونصومبل اخر. لويناس دائما فنين كيحمقو. هذا خزي، دونك هذا تيشيرت وهذا الشورت ديالو، حتى هو بصراحه كاليتي زوينه. انا اي حاجه كتجيني لا كاليتي ديالو زوينه راه كنقول لكم زوينه، اي حاجه كتجيني لا كاليتي موتي موتي راه غادي نقولها لكم، غير كونوا هانين. وديجا راني شحال من حاجه كومونديتها من شيك بو ما عجبتنيش نهائيا. في لي فيديو السابقه اللي كنخلي لكم دائما دي فيديو ديال اللي عندهم علاقه بنفس الموضوع في صندوق الوصف، الا كنتو بغيتو تشوفوا حاولوا انكم تدخلوا تشوفوهم. كيف ما قلت لكم اي حاجه عجبتني كنقولها، ما عجبتنيش راه تنقولها. هاد لي صندال هادو لقيت خديتهم من نمره 21 على حساب بنتي، ولكن بصراحه جاتني صغيره، جاتها شويه ديجا. علاش جاتها صغيره؟ لانها ما دخلتش ليها من هنا ما عرفتش واش خاصني نجبدها ولا، لانها بصراحه هي ديجا راه بلاستيك. بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوها راه بلاستيك ماشي جلد، دونك غير بلاستيك. نقرب عليكم تشوفوا، فوالا كتجي على هذا الشكل. هذه السميله ديالتها، غير من السميله يبان لكم راها بلاستيك. دونك هي بصراحه زوينه، ما كتزلقش باينه بصراحه ما كتزلقش. هكذا البنات اللي بغاو يمشيو بها لابيسين، يمشيو بهم للبحر، يخرجوا بهم، لبسوا ميم في الدار، راهم كيبانوا زوينين. صوف كو جاتها صغيره، لان هاد البلاصه هادي كيف ما قلت لكم ضيقه، واش ما عرفتش واش خاصني نجبدها شويه ولا بصراحه مازال ما عرفتش شنو غادي ندير ليها. الا ما جاتهاش صافي راه غنحيدها ليها، تنعاود نكوموندي لها شي وحده اخرى ان شاء الله، خاصها توصلني لي في الصيف ما تعطلش عليا. هنا جات اون بواط ديال معلقات ولي فورشيت بالنسبه لك تاع لي زانفون الا بغيتي تخرجيهم وديري لهم معلقه وفورشيت ديالهم هنايا. فوالا، وهنا جاني حتى واحد لونسومبل اخر. بالنسبه لواحد لا جاكيت راني ما غاداش نبارطاجيها في هذا الفيديو، لان جات ليها مولاتها الصباح، سو كي في ما نقدرش نبارطاجيها. دونك هذا اونسومبل اخر، فوالا تيشيرت حتى هو. هذا بصراحه عجبني بزاف، كيبان بلو كلاس، كيبان ديال
زعما ديال الرجال صراحه زويون، والوليدات ما شاء الله اللي غادي يلبسهم زويون دونك غادي يجيو معاه، وديجا الوليدات كلهم زوينين الله يحفظهم لوالديهم. وصلني واحد لو ساك عرفت فين درتو، فوالا راني ديجا حليتو. صراحه هذا ما كنصحكمش به، لا كاليتي ديالو خايبه بالنسبه للبنت اللي خداتو، انا تنقولها لك اختي من دابا لا كاليتي. ديجا هذا كان غير 3 دراهم دونك ماشي مشكله يكون خايب ولا زوين، ولكن غير باش نقول لكم اوكا واحد تحيد من لا بروموسيون بغات وحده تاخذو فما كنصحكمش به، لانه بصراحه ماشي دو بون كاليتي وكيبان فريمون سواقي. نحاول غير نعمرو لكم باش تشوفوه عامر، دونك غير باش ما تزرفوش البنات هذا ما تاخذوش، راه ما كيبانش زوين نهائيا. يقدر يبان لكم زوين هكذا في لا فيديو ولكن راه ما زوينش. واخر حاجه وصلت ديال 3 دراهم هو هاد التيشيرت هذا، هذا حتى هو في الصراحه نقدر نقول لكم زوين نقدر نقول لكم خايب. جو بونس كو لا طاي ديالو ستاندار، مي دائما كنقول للبنات اي وحده كوموندها شي حاجه ديال 3 دراهم تنعلمها انا قبل، تنقولها شوفي اختي انتظري انها تكون خايبه ولا تكون زوينه، ديجا 3 دراهم راه سي ريان، راه بجوجهم 6 دراهم راه ماشي مشكله. دونك هذا شي شورت نسكم ومعاه الساك هما اللي كانوا في الفونت فلاش. فوالا كانوا هادو هما لي زارتيكل ابار لارتيكل اللي دات السيده الصباح ديالها، دونك كانوا هادو هما لي زارتيكل اللي في هاد لا كوموند هادي. كنقول لكم مره اخرى مرحبا بكم في اي مره في اي كوموند بغيتو تكومونديوها، فانا غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالي هنايا، غنخلي لكم حتى لو كونت انستغرام. مرحبا بكم في اي كوموند، وكنتمنى ان ان شاء الله لا فيديو ما كانش طويله بزاف، سورتو الا وصلتي حتى لهنا ومازال ما ابونيش حاولي انك تخلي لي ابوني، ولا عجبتكم لا فيديو خليو لي لايك وخليو لي دي كومونتير فيهم اقتراحات ديالكم شنو هما لي فيديو اللي تبغوني نبدا نبارطاجي معكم من غير لي اول ديال شي بوين اولا حتى شيئين علاش لا وحتى مودانيسا. دونك الا عندكم شي افكار خليهم لي ما تبخلوش عليا. مرحبا بكم مره اخرى في لاشين، وكنتمنى ان شاء الله لا فيديو تلقاكم في صحه جيده. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم، باي باي.